استكمل مناسك العمران المرحومة صبحية سليمان خربوش أم موسى، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزلها واسع مدخلها ونقيها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اهد لها دار خير من دارها وأهل خير من أهلها وذرية خير من ذريتها وأسكنها الجنة وعدها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إن كانت محسنة فزد حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم طيب ثراها وأكرم مثواها واجعل الجنة مستقر ومأواها. اللهم إمن كتابها وهو انكسابها وثقل في العمر هذه موازينها ولما أحسن الجواب. اللهم أقول لها بعد الحبيبة حبيبة وللدعاء من دعا لها سمعا ومجيدا واكتب لها من فضلك ورحمتك حظا ونصيدا. اللهم اسقيها من حوض نبيك وحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا ظما بعدها أبدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عفو عنها يا أرحم الراحمين. اللهم كلها من ضيق البحور ومواطن الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم انزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.